بدي أقول الخاتم اللي حجره ياقوت برأيي ما تتعودي عليه كتير، ممكن بأي لحظة ينتقل لإصبع ناريمان. لو بتتذكر يوميتا ماجد شو حكى من شانه، هدية لأول امرأة حبيتها وبعدها حيكون لخطيبتي. أنا رايحة على أوضتي. شو ليش وقفت هون؟ على أساس بدك توصلني؟ سويت هيك لأنه ما بدي إياكي تروحي، ما بدي بعد عنك بنوب. لو بضل هيك لآخر العمر ما بمل، بدي يكون هيك حدك. لا 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 تبعدي ناريمان. وما بتمل مني؟ أكيد لا. هذا شو بيسموه؟ العشق. العشق حلو كتير. وكمان هاد رأيي، يا ريت ما ينتهي. ما بده ينتهي. بإيدنا منخليه ما ينتهي ناريمان. بوعدك ما بخليه ينتهي. رؤيا لسه ما خلصت. وإذا كان ما بتسمح لي شوف؟ أنا متأكدة إنه هون في غنية حلوة، إذا هيك لازم جهز بسرعة اللحن المطلوب. هي قصيدة ممكن تصير غنية، بس بالأول لازم ظبطها. بتكتب شعر على طول؟ أحياناً، مو دائماً. اللي بيكتب عنده إحساس عالي كتير بيكون. بتعبر عن حالي ومضت، شي منتهي. وهلأ راح خلص، ما ضل منه غير هالحكي على الورق. شو رأيك أنت تقرأ لي اللي كاتبه؟ بس إذا مو جع بالك بتفهم، مو مشكلة تقرأ لي إياها بعدين. إنه الحب يهز الدواخل دائما، يدمي القلب أحيانا. لطالما عانيت من الشوق وتأملت لقاءك،
كي تلامسك أناملي وتغوص عيناي في زرقة عينيك، لكنني اكتشفت خداعك، لهذا سأرحل لأتحرر من حبك وأرحل بعيدا. جيتي أخيرا؟ مستحلف لك اليوم خالي. بابا ناريمان، ما قصرتي بنتي، الله يرضى عليكي، بهالظروف الصعبة ما تركتي صديقتك. يا هيك الرفقات يا بلا لازم توقفوا مع بعض. كيف هلأ جهاد؟ أحسن من قبل؟ منيح بابا، أحسن من الأول، وفخرية ما عم تتركه يتحرك بنوب. إيه؟ وينك لهلأ ناريمان؟ قديش صارت الساعة؟ طلعي على إيدك. نوران؟ جاي وراك فايز. مو تفكري إنه رح أسكت على اللي ساويتي؟ شو ساويت أنا؟ والله شغلة مو سهلة مثل ما مفكرة يا حياتي. شو؟ أنت اليوم قلبتي الشركة عالية واطية. ماجد، بدي منك تشوف نيفين ضروري. أعصابها كتير متوترة، اليوم ما كانت طبيعية بنوب. اطمني يا أمي، أنا بالأصل ناوي شوفها، انبسطوا بقى عن إذنكم، كتير تعبان. ماجد، فيك توضح لي سبب الشرشحة اللي عملتها بالشركة تبعنا اليوم؟ شرشحة؟ خلاص تركي من ايدك، احكي لي وين رحتوا. ليلى ما في شي يقوله، ارتاحي. علي؟ أنا سؤالي واضح، يلا جاوبيني. أنتي طلعتي كام شقيد ماجد أرجي أغلو من الشركة؟ كل الشركة ما كان إلا سيرة غير ماجد. أبوها ماجد سمع بالقصة مو ليلى؟ طبعاً سمع، لو تشوفي هستر المسكين. خليتنا صغار بعيون الناس، الكل صار عم يحكي عليك. أنت قاسة تتحداني بالشي اللي ساويته؟ كريم لا تتدخلي، سبق وقلت لك اترك هالوقعة. شو عم تقول بابا؟ اوعى تظن عم العب. هيك لكان، انا بفرجيك. الظاهر تسرعت لما سلمتك ادارة الشركة. ما تهددني ارجوك، وانت ليش عم تصغرني على طول بابا؟ ما بسمح لك تتفتل بكل الشركة وانت كامش لي ايد. حي الله بنت، عم تفهم؟ يا غبي ناريمان، ما انا حي الله. مين ناريمان هي؟ مين؟ كريم بكفي. انا شقيت لعملت هالشركة، ما بسمح لك تضيع ولا تعبي بهالتصرف. شو رح تعملي هلا؟ رح تركديه وراكي لحتى ينقطع نفسه لهالمسكين المعتر؟ ليلى مو رايقت لك بنوب. انتو يا دوب بلشتوا لك حب. الحب رح تقلى فخرية مو لإله. قالوا فخرية؟ جهاد شلون صار؟ خليه يطلع، ليش لا؟ بشم شوية هوا. ماشي، يلا بشوفك بكرة حبيبتي. استني، ما تسكري ناريمان. يلا قلي لي بقى، شو عملتي مع ماجد بالشركة؟ استقبلك بالأهلة وسهلة؟ والله عصب عليكي. ولا شي، هلأ ما فيني أحكي.
ليش هلا ما فيكي تحكي؟ يلا خبريني، انا من الصبح قاعده عم بستنى هالتليفون. بدي سكر روحي. ناريمان ما تجبريني اجي لعندك واترك شغلي. ناري العمى. قالت لي جهاد منيح وطالع على الحارة يتمشى. لا شو مبسوطة. ناريمان وين كنت اليوم؟ اجت الأنسة تبعك. استني شوي، مفروض تمسكي هاي بالأول. عدي عقلي وقوعك تنرفزيني وإلا بستلمك. ايه انا عم بستنى دوري. احكي لكان وانتي راجعة لهون، عملتي واجبك؟ لا، اجا دوري بالضرب؟ يا الله يا نوران خانم، الله يخليكي اسمعيني، لما بدخلوا على بيت شبع الزابي منيحة بحقي يعني؟ اه؟ تعرفي اللي بيصير؟ الجيران بضلوا يحكوا. لك مجنونة انتي؟ ناريمان، هلأ اجا دورك انتي؟ يعني تفتلت مع رفيقتي شو فيها؟ القصة مو مستاهلة عمتي. لا هيك لك فتلتي مع رفيقتك؟ فيك تقولي لي انا بعرفها لرفيقتك هي؟ هدي حالك بقى، جهاد بيعرفها رؤي. قولي لي شكرا لاني خلصتك من المعلمه. ليلى خلص عمتي انا ما عاد عيد بوعدك. يعطيك العافية. تفضلوا. صحة وهنا. يسلموا هالإيدين. عم تجعك الضربة؟ شوي. قوم خلينا نروح على البيت. وبالبيت رح توجع. ليك خليني أخذك لعند شي طبيب، خليه يكتب لك على شي مسكن للوجع. يا عاصي الوجع بالقلب، دكتور ما رح يعمل شي، دواي ليلى. ما تلفنت؟ ما تلفنت. أكيد بتكون خايفة. يا ربي دخيلك، ليش هيك أنا حظي معتر؟ هلأ لشو هالضحك؟ أنا انضربت بسكينة بسببها، أنا المفروض كون خايف وما هي ترعبة. العمى. شوفوا ولا السمعة. كول شبع بطنك. بكفيك حكي يلا كول. يحل عني أنت التاني، ماني ناقصك عاصي. يلا إجيت. ما تفوت بصباطك لجوا كمال سلاح. وينه بابا؟ شو بيعرفني مانو بالمحل؟ لا خير. شو بك فايت ملهوش؟ شو صاير لك؟ لمين عم تلفن؟ قولوا له. عم تلفن لجوزك، لازم يروح يجيب لي آسيا. شو عليه ابني؟ بتأمر أمر. أنا ما بدي غير مرتي وبس. شوف ما كنت بدي خبرك، بس أكيد بدهم يقولوا لك بالحارة. شو صاير؟ أنت ما عندك خبر بالموضوع، لهيك بدك ترجع لها المقوصة. أهل آسيا دخلوا رجال غريبين لعندهم هالسلالين. عيدي ما فهمت أمي، شلون يعني؟ الحارة كلها عم تحكي بفوتة هالشباب لعندهم، في واحد كل ليلة عم ينام هنيك. أنت أكيد عم تمزحي. أحكي مين هالرجال؟ والله هذا يلي سمعته من الحارة. أنا من زمان كنت شاكة، بس قلت لحالي خطي يتركيهم، الله يهديهم ويصلحهم. شوف خلاص املي هالبنت من بالك. كمال اصحك تجيب لي اياها لهون على البيت. ما بسمح لها تدوس هالعتبة. كيف صرتي هلا؟ منيحة. بتشربي فنجان قهوة؟ بشرب. هاجر عملي قهوة. لا لنور. ايه قليلي لسه ضايجة. وحياتك بكرة كل شي رح يزبط، القصة بدها شوية وقت. أنا بحلها. ناريمان فرقت عائلتي وأخدت مني خطيبي. نيفين نحنا ما عنا مشكلة مع أبوكي بنوب. صح،
باستثناء ناريمان أنا ما عندي أي مشكلة مع بابا بنوب. خلص اتركيه، برأيي دوري على نصيبك مع غيره، رح تلاقي اللي يقدرك. أنا ما فيني أقعد وأستنى الزلمة اللي بيختارني يجي يخطبني نور. رح أخذ اللي قلبي اختاره وبس، رح أختاره بقلبي وعقلي هن الاثنين. وإذا كان ليش تأخرت القهوة؟ تفضلي يا روحي. يسلموا إيديكي. أهلين. وهي إجت. آسيا بسم الله، شو جابوا هاد هلا؟ آسيا لك هذا اجا. آسيا اهدي وقفي بنتي. افتحي الباب. آسيا افتحي وتعي، بدي اشوفك. افتحي الباب. آسيا افتحي، اعمل لك هلا. ما تفتحي هلا ميرفت. اتركيني امي، بدي اشوف شو جابوا بهالليل. عاصي مانو هون، ما منرد عليه احسن. آسيا افتحي اعمل لك، يلا افتحوا لي بسرعه. ميرفت اتركيني امي، بدي خاف منه. اسمعي كلامي. اوف يا فهمني هلا شو اللي جابك لهون. وين هالرجال؟ ها؟ خذوا غرابه على بيتكم؟ نيلا كمال يا عدلين الشرف، مو خجلانين من هالعمله؟ ها؟ عادي خليكي من هون، رح اجيب لك الشرطه. نيلا بعدي، يلا روح. نيلا يلا. وينه؟ وينه الزلمه؟ هذا رح يضل راكد وراي انا. رح خلص ما في شيء حبيبتي. يلا روح من هون. عم لك مين الزلمه اللي عم يفوت على بيتكم؟ لك واحد عديم الشرف، قلت لك روح من خليتي. يلا ما تروح قبل ما يطلع. هولي عاصي، إجا عاصي كمال، يلا بسرعة روح من هون، روح يلا. ميرفات شو اللي موقفك بهالبرد؟ بدي أنا طلعت شم شوية هواء داق نفسي، وما معي مفتاح والباب تسكر. هذا بيطلع بلا مفتاح معقول؟ الجو بارد. امشي نفوت يلا. مثل ما بدك. فوتي ميرفت. شو أمي نايمة؟ بتكون نامت، بتكون نامت. اللي أخي بتحب تشرب شي معي بالمطبخ؟ أي شو علي؟ نشرب شاي. معناتها بدي أسبقك. نيفين ما بتقلي تصبحي على خير؟ ما بدي أقول، إذا نمتي ما رح تفكري فيني. أناني لا عاشق. كمان أنا
والله مو قليل لك اليوم هالمشوار وتجيبي معك كل هالقرار. تعي بكير، في شغلة مهمة. أنا كنت جاي لعندك، كيفو جهاد؟ جهاد تحسن وصار سبع البرومبا، عم ينقطول مانو قاعد ويلا على حكي. تركينا من جهاد. ماجد شو أخباره؟ أخباره كتير حلوة. أول مرة بشوف وشك منور هيك، لك الحب بيعمل المعجزات. بس أنا كتير مرعوبة فخرية، دائما ما عم تكمل فرحتنا، إلا ما يجي حدا ويخرب علينا فجأة كل شيء. تفي من تمك، لا تكوني هيك متشائمة، يعني شو بده يصير؟ هاي عاصي لنشوف شو بده يعمل. مرحبا. لا، أول مرة ما بيتحرك شيء. إيه مزبوط. يلا بشوفك. ماشي. شو الأخبار عندك؟ عادية، وأنت؟ عادية. ما شفتنا ريمان مو؟ والله شفتها، وأنت؟ ما شفتها. ليلى ما عاد تبينت. المفروض تنسى هالبنت. روح أنت انسى بالأول. سكوت بقى. ليك ما تطلع فيني هيك عاصي، والله ما رح انساها لو شو ما صار. الظاهر طبت؟ لك عاصي؟ إذا ليلى اليوم ما تلفنت، إيه؟ بيكون لها يومين ما تلفنت. أخ أخ أخ، بس شوي شوي. وجعتني يا عاصي. أوف. أنت إجيت بكير معناتها مهم الموضوع. معلوم مهم. شو القصة ماجد؟ ليش عم تحاولي تخربي لي حياتي؟ أنت ملاحظ شغلة؟ ما فيك تحكي بدون ما تعيط. ناريمان هي ساوت هيك، ما أنا. بلا مسخرة، أنا عرفت باللي ساويتي. أنا ما وصلني لسه العم تقصده بحكيك. ليفين، اللعبة اللي عم تلعبيها مو قليلة. هلأ أنا عرفت لشو عم تخططي، بس ما توقعت توصل فيكي الحقارة لتخسري الشركة صفقة بمليون دولار. بتعرفي أنت وحدة مريضة. يلا قلي عن شو عم تحكي ماجد. عم بحكي عن المسجات اللي انتي بعطيهن لناريمان. عرفت بكل اللي عملتيه. انا؟ اي مسجات هاي؟ هلأ عرفت، ست الحسن عم تقومك ضدنا. شو ما بتحكي لك ناريمان خانون بتصدقها بدون ما تتأكد. بعرف نيفين، اصلا انا بعرف انك مستحيل تعترفي. انتي ما رح تديني حالك لو شو ما صار. شوفي، أنا عم فهمك إني بعرف إنتي شو عملتي فيني وشو رح تعملي بالمستقبل، بس صحيلك. رح ورجيك شو فيني أعمل لسه. ناريمان، وينك انتي؟ جيبي لي اياها. ايه تمام.
ماجد بيك مو موجود هلأ، وأنور بيك بمكتبه، وناريمان بتكون بالمرسم. بأمرك أنا. عاصي عطيني تليفونه ليلى. عاصي يا خانم؟ هو الوحيد رقمه ما عندي. لكن شوفي لي بسرعة. يلا أنا رايح لعند رؤيا خانم على مكتب نهاد. ايه يعني لعندها، سلم لي عليها. وصل سلامك، انتبه على حالك. طمن. ماشي. ألو. اي نعم. ما فهمت. ايه أنا بالحارة، مين حضرتك؟ ألو. ألو. ناريمان، ماجد شوفي. ناريمان حضنيني، حضنيني عم قلك. بتحب ناريمان مو؟ إنه الحب يهز الدواخل دائما، يدمي القلب أحيانا. لطالما عانيت من الشوق وتأملت لقاءك كي تلامسك أناملي وتغوص عيناي في زرقة عينيك، لكني اكتشفت خداعك، لهذا سأرحل لأتحرر من حبك. سأرحل بعيداً لأهرب من عينيك. سأرحل بعيداً، سأرحل بعيداً. إذا بتحبنا ريمان قول إيه. أنت شو مخوفك؟ ماجد شوفي. انت بس كوني معي هلا وضميني وما تسأليني ابدا. كأنك عم تهرب مني ولا خايف من ماجد ارجي اغلو؟ ما بدك تقول. انا ماني خايف من حدا بنوب. وانا قلت بعرف انك ما رح تكون ضعيف لهالدرجه. نحن اثنين عم ندور على الحب، بس ما تخاف رح نوصل. انت اكيد ما رح تخلي ماجد ياخذ منك حياتك. صاير شي مو منيح؟ لا حياتي، كل القصة ناريمان. بدي اياكي توعديني تكوني معي على طول حتى نقدر ندافع عن حالنا قدام الكل. بس شو اعمل؟ أهلك أصلاً ما بدهم يعني نكون سوا. إيه صح، أكيد نحن بهي الفترة ما رح نكون مناح. ناريمان الموضوع بده شوية صبر.
الزمن كفيل أكيد، كل شي رح يصير مثل ما عم نخطط له أنا وياكي. بس بتعرفي هلأ نظرات عيونك الحلوين شو عم يعملوا فيني؟ أنا بحبك كتير، بدي إياك إنك تثق بكلامي. أنت كمان وثقي فيني، أنت قلبي وصعب عيش بلا قلب. اسمعي، شو ما كان يلي عم يدور براسك لا تورطيني فيه وبعدينا عنه. مين قصدك بعدينا؟ انت وناريمان مثلا؟ اكيد عم تحلم وتتوهم. هلا موقفك كتير ضعيف قدام ناريمان ولازم انك تكون اقوى من هيك، اكيد عم تفهم. روح ودافع عن حبك. انا ما بعرف كيف الامور عندكن انتو، بس نحنا كرمال انه الانسانية اللي منحبها تكون سعيدة، وبدل ما تكون تعيسة معي وتكون سعيدة مع اللي اختارته منسكت نيفين خانو. وإذا عن جد أنت بتحبيه تركيه، تركيه لحياته، تراجعي، تركيهن يصفلوا منهم لبعضهم. هالشي ما بيخصنا أبداً. شو هالحكي؟ والله مو سهل يا عاصي، وبتعرف تحكي. أنت شايف القصة بسيطة؟ واحد حبيبته قدام عيونه مع حدا تاني ولا همه، أنت شو بتسمي هاد؟ أنا بعرف منيح قديش أنت قلبك مجروح منهم. بالنهاية أنت اللي خسران. نيفين خانو. ليك عاصي، بيوم رح تكون بالمكان اللي أنا فيه رح تتعذب. الغيرة والوجع والحنين على طول مرافقينك، ومع الوقت أي شي بتتوقعه ممكن إنه يصير، حتى يلي ما بتتوقعه. أصلاً أنا ما بحسب الأمور مثلك، يعني أي حدا ممكن يقرب على حبي أنا بقتله. بعدي عن ناريمان لو سمحتي، وأي مخلوق بيأذيها ما رح يسلم مني. متوقعة. لهيك وقت شوفها لناريمان ما رح أرحمها وحياة عيونك. يلا بشوفك. طيب ان شاء الله تتفقوا انت وياها. عنيدة. ايه بعرف. اوقات بحسها طيوبة واوقات بشوفها جدية، وهي مالها سهلة بنوب. لك هي بس لو بتحس شو في بقلبي. ماجد بتحبني؟ انت شو رأيك؟ رأيي يمكن. حكاية الحب لا تكتب، وكل جهة منها بعيدة عن الأخرى. اذهب واسأل من ماتوا في صمت كبريائهم الغامض. سلام. الو يا عاصي، رد علي. يا عاصي سمعتني؟ الو مخنوق من كل شيء. Thank you.
في عندك خط مايل، يا ريت تصلحي. طيب هلأ بصلحه بسرعة. ابدي من الأول. يعني ما عجبتك؟ لا طبعاً، وإذا هي تعبتك فيك تبلشي بوحدة غيرها.